حضرتك كان ليك تعقيب على الإعلام سريعا قبل ما ننتقل لآخر يمكن نقطة أنا معنا يا كتبت فيصل. الأسبوع اللي فات وصديقة ليا من المذاعات زعلت من اللي أنا كتبته، كنا بنتكلم على اللي حتى الإعلام المتربص خلينا نتكلم في العموم أستاذ بشير يعني مش ما هو في العموم الإعلام المتربص تناوله إيقاف بعض المذيعين وما فيش حريات في مصر وإيقاف قنوات ودمج قنوات والحاجات دي كلها. أولا في فرق بين رجل أعمال بيعمل قناة لأنه مؤمن بالرسالة، تمام، زي ما احنا كده قاعدين في قناة هي الأولى، وفي فرق بين رجل أعمال بيعمل القناة لمجرد بيزنس بيتعمل وده حقه لأن الإعلام صناعة، وفي فرق بين حد بيعمل قناة كمكيدة لحد، تمام. لما أجي قناة المجلس القومي للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام يوقف قناة، ما بقاش ضد القرار إلا لما أشوف خد القرار بتاعه بناء على إيه. احنا ضد قصف قلم وضد ايقاف ميكروفون، لكن ما تخليني اسالك يا استاذه مها، يعني هو مش في بعض المذيعين اللي تم ايقافهم، بعض، وانا بقول بعض ما بعممش، بعض المذيعين اللي تم ايقافهم يستاهل انه يتوقفوا يركنوا شويه؟ هل منطقي ان حد مذيع يطلع ويقول ايام مبارك يباهي بانه كان بيركب معاه الطياره ويباهي ان ده خط احمر في كل حاجه، ويجي مبارك يمشي يشتم مبارك وقعدنا على خازوق، ويجي الاخوان يقدم فروض الولاء والطاعه للاخوان، هو ده مش فقد مصداقيته عند الناس؟ اقف بقى، عيد ترتيب اوراقك. هو مش في مذيعين بيروحوا يتعاقدوا مع قنوات، وده معلومات على فكره، انا مش بتكلم لا ولا استنتاجات، ده معلومات. مش في مذيع بيروح يتعاقد مع قناه بتبث من هنا من مصر، يتعاقد معاها على مبلغ معين، عقده بمبلغ معين والباقي بيتحط له في حسابه بره؟ مش في مذيع بيطلع ويتهم الجيش والشرطة، كان بيتهم الجيش والشرطة انه بيقتل الناس في مصطفى محمود وفي محمد محمود، وهذا المذيع باقي حتى الان؟ مش في مذيعة بتشتغل لمصلحتها؟ مش في مذيعة بتنتج برنامج وتبيعه للقناة اللي هي فيها ب70 مليون جنيه؟ طيب احنا برضه هنتكلم في انا اقصد العموم، احنا عندنا رسالة معينة، احنا اسمنا اعلام وهو اعلام المواطن او تقديم خدمة للمواطن او تقديم خدمة ترفيهية. نخرج بقى عن المصالح الضيقة، يعني انما بقى كل واحد يحصل حاجه زي كده فكل واحد يقعد يقول اصل ده مش عارف ايه وده ما يصح، لا يعني هو ما فيش تعارض لما نتكلم على مصلحه الوطن يبقى كله يسكت. وانتوا قلتوا هنا من دريم على فكره، الاستاذ وائل البراشي قالها، اذا تعارضت الحريه مع مصلحه الوطن فلتسقط الحريه، ده قالها الاستاذ وائل. صحيح. لكن مش منطقي برضو، مش منطقي ان انا اصرف 6 مليار على الاعلام الخاص ويدخل لي منه الدخل بتاعه 2.7 من 10 مليار وبعض القنوات تستمر، ما هو ده يشككني برضو. انت مستمر ليه؟ هتقول لي رساله وهتقول لي تحيا مصر وهتقول لي انا مؤمن بالرساله، لا يا عم انت بتشتغلها بيزنس، قول لي بقى انت بتخسر ومستمر ليه؟ الا اذا كنت بتكسب في غسيل اموال. اذا في هنا الدمج هنا، ادي يا عم الدوله تشاركك وتدير هي وشيل عن دماغك. وبعدين يا فندم لا في نقطه انا دايما بؤمن بمرجعيه، المرجعيه يعني لازم يبقى عندك مرجعيه من الدوله او مرجعيه من الحكومه، يعني اما اروح فين استاذه ماهر؟ يعني ما على فكره في الدنيا كلها اروح فين يعني؟ انا عايز اقول لك على حاجه، هو المواطن راضي عن الاعلام؟ مش راضي عن الاعلام. هو رئيس الجمهوريه راضي عن الاعلام؟ لا مش راضي عن الاعلام. هو احنا اعلاميين، هو احنا كاعلاميين راضيين عن الاعلام؟ لا مش راضيين عن الاعلام. لا في ناس لابد من ايقافها بالفعل وتاخد جنب بقى وتركن علشان حتى مصداقيه النظام ومصداقيه الرئيس قدام الناس. استحاله تمشي بقواعد المهنه، هو ده اللي احنا عايزين يعني دايما يكون لينا عقيده زي اي جندي موجود دلوقتي على ارض سيناء سواء من الجيش او من الشرطه، هو عنده التزام فقط وعقيده بقواعد المهنه وهي الحفاظ بس على مصلحه وطنه. وتسقط هو ده اي حاجه قدام مصلحه مصر تسقط. امام مصلحه مصر اي حاجه قدام مصلحه مصر تسقط، اي مصلحه شخصيه، اي حاجه تانية تسقط امام مصلحه مصر. انا يعني سعدت بلقائك استاذ بشير النهارده.